سجلت أعلى نسبة للتلاميذ الحاصلين على معدل يفوق أو يساوي 5/10 لدى مستوى السنة الخامسة ابتدائي ب 97.35%، بارتفاع قدر بأكثر من 4 نقاط مقارنة بنتائج الفصل الأول للسنة الماضية. وبالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية التي أدرجت بداية من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، فقد جاءت نتائجهم ممتازة، حيث تحصل ما نسبته 85.28% منهم على المعدل.